اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا، اهلا بيك. انتوا نورتونا والله. والله البيت منور بناس يا استاذ محسن، وعلى راي المثل يا بخت من وفى راسين في ايه؟ في الحلال. يا سلام، الله يدور عليك. وعلى راي المثل برضو، معلش سامحني، القفه مودنين يشلوها ايه؟ اتنين. يا سلام، اسم الله عليك. ومعلش سامحني برضو في المثل دوت، اطبخي يا جاري اكلف يا ايه؟ يا سيدي يا سيدي. جرايه يا استاذ شوقي، هو احنا جايين نسمع امثال ولا ايه؟ ما تخش في الموضوع يا راجل، انا عارف ان انتوا جايين تتقدموا لياسمين بنتي. لا لا، من فضلك استاذ محسن ما تبوظليش المقدمه بتاعتي، انا حافظها كده. بابا ممكن تنجز؟ نعم تنجز يعني. ما انا بنجز اهو. يعني بلاش بيت الشعر اللي في الاخر والنبي. انا ما قلتش الشعر يا ابني، انا بقول الامثال. انا اسف. الله، اتفضل. لما بقى ماشي. أنا يشرفني يا أستاذ محسن طبعاً، يعني الأول أعرفك بس يعني بابن كريم. ابن كريم زينة شباب مدينة نصر. ما يشكر في نفسه ولا إبليس، أنا بقول لحضرتك حقائق مش أكتر ولا أقل يعني. أنا ما استخسرتش فيه. ربيته أحسن تربية. علمته أحسن تعليم. وديته لأحسن حلاقين. بابا قوم يا كريم، وري العم وفتلت شعرك. خدني. ولد قوم. تعالى يا كريم، ما تتكسفش يا ابني. ما شاء الله. على رأي المثل، ليه ما بنحترمش شعر بعض؟ مثلا هو محتاج بروتين بس الصرف باين. الحمد لله، كده بقى ما فاضلش غير انه يكمل ايه؟ نص دينه. الله ينور عليك، اسم الله عليك. فالحقيقه احنا جايين عشان نطلب ايد مين؟ بابا ممكن اقول انا؟ يا ثواني معلش عشان خاطري، الولد قول. ايد ياسمين؟ يا برافو برافو. الصراحة يا أستاذ شوقي أنت فاجئتني. والله فاجئتني، أنا كنت فاكر إن أنت جاي تلعب أمثال ولا حاجة. يا فندم هنلعب أمثال وأفلام وكل حاجة، بس هنخلص الحدوتة دي الأول. والله أنا لو لفيت ودرت مش هلاقي أحسن من كريم، وده ليه؟ ليه؟ لأني مش فاضي ألف وأدور. الله ينور عليك. عندك حق. بس الأول ناخد رأي البنت. وأدي رأي البنت جه. على رأي المثل، لو البنت زغرطت يبقى الزوم الهري. ده مثل؟ لسه عامله حالا. انت اللي مألفه مش كده؟ حالا دلوقتي يعني. طب يلا يا ياسمين خشي، بدل ما انت واقفه تصنطي على الباب كده. زي حضرتك. زيك يا كريم. اقعد يا بابا. اتفضلي. حبيبتي اتفضلي. ياسمين بنتي دي. ياسمين فعلا؟ ايوه. ودي اللي انت عاوز تتجوزها؟ هي دي يا بابا. وهي عايزه تتجوزك برضو ولا انت مخدرها ولا ايه بالظبط؟ لا 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 حضرتك، انا وكريم بنحب بعض. تحب ده؟ ايوه بحبه. كريم ده احسن حاجه حصلت لي. احسن حاجه حصلت لك؟ لا اله الا الله. طب اسمعيني كويس بقى، المثل بيقول من امنك لم تخونه ولو كنت ايه؟ خاين. والله الله على الجد والجد. الله الله عليه. الواد ده جعر. بابا انت ايه اللي بتقوله ده يا بابا؟ خلاص خالص. الكلام اللي حضرتك بتقوله ده، ده حضرتك من شويه كنت بتقول ان كريم زينة شباب مدينة نصر. هو مين اللي زينة شباب مدينة نصر؟ عارفه ده اسمه ايه في مدينة نصر؟ ايه؟ زقلة. زقلة؟ بابا ارجوك. ولد. طب وفتلة شعره؟ فتلة شعره؟ ده فتلة شعره بجليت. على فكرة الواد ده كذاب. بابا انت اخرس يا زقلة. اقول لك على حاجة، الولد ده عنده امراض جلدية. ايه العلا وريهم التسلخات. تسلخات؟ مش كده وبس، ده عنده فطر وطفح جلدي. ما عنديش فطر ولا طفح جلدي والله اتعالجت. بس انا ما شفتش منه غير كل حاجة حلوة من ساعة ما عرفته. لا ده كذاب مغرور قال مش بيحبنا. معنى كده انه ممكن يلف ويدور وينوع قلبه. مش وقته حضرتك لو سمحت. لا 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 لا، يعني ايه انا كل ده كنت مخدوعة؟ ده كان بيسهر الليل كله علشان بس يطمن عليا. ايوه ما البودرة بتسهر. بابا بودرة؟ طبعا بودرة. لو فتشت الواد دوت هتطلع منه 15 جرام على الاقل هروين. ده غير البرشام. تعرف حضرتك؟ ده بيضرب امه يوميا وحاول يضربني يقول ان انا بعرف اجري. يا بابا انت كده بتبوظ الجوازه. اخرس يا كلب، تبوظ الجوازه ولا اني اكذب ابدا. طب اقول لكم على حاجه؟ الواد ده مش ابني. ايه؟ عارف حضرتك لعبه الدوده اللي في دريم بارك؟ ده انا بحبها قوي. مالش وقت وحضرتك التفاهه دي. انا لقيت الواد دوت تحت لعبه الدوده، قلت اخده اربيه اكسب فيه ثواب. ايوه يا انكل، بس انا بحبه. مبدئيا بلاش انكل في القعده خالص. امال اقول لحضرتك ايه؟ يا ابو الشوق. ايوه يا انكل ابو الشوق انا بحبه. ما قلنا بلاش انكل. ايوه يا ابو الشوق بس انا بحبه. ما قلنا بلاش بحبه. ده احنا متفقين على الجواز. لا جواز ايه؟ الواد ده ما يعرفش يفرق ما بين البي الخفيفه والبي التقيله، ده هيعرك قدام صحابك. ايوه انا كنت بلاحظ كده فعلا، بس كنت بكذب نفسي. طبعا على راي المثل، مراية الحب ايه؟ عمياء.
طب والسنين اللي انا ضيعتها معاه؟ مش احسن ما تضيعي بيت عمرك؟ الواد ده بياكل السوشي بالمعلقه مش بالستيك. انا سبت المحل وخرجت مرتين منه. ولا قوه الا بالله. مش قادره اصدق نفسي يا بابا، انا كل السنين اللي فاتت دي كنت مخدوعه. بابا ككبو عمي ككعو. اطلع بره بيتي يا مدمن يا زقله، ما عنديش بنات لي جواز، اطلع بره. يلا قوم 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 خلاص، مفيش نصيب. مش من هنا، هنا المطبخ، ولا هنا هنا الحمام. اطلع بره بره من هنا. يلا يا ريتني ما حبيته، يا ريتني ما حبيته. على راي المثل كلمه يا ريت عمرها ما كانت بتعمر بيت. الواد ده ما يستاهلكيش، انت لازم تتجوزي ودلوقتي حالا، تتجوزي اللي يستاهلك. زي مين؟ ابو الشوق، زينه رجاله مدينه نصر، ثلاث محلات كريب واتنين وافل. تنزلي الحي السابع في مدينه نصر هتلاقي اتنين، ابو رامي وده مرتبط، وابو الشوق وده فاضي. عينيا ليكي. قلتوا ايه؟ على رأي المثل السكوت علامة الايه؟ الرضا. وعلى رأي المثل من حبنا حبناه وصار متاعنا ايه؟ متاعه. ومن كرهنا كرهناه يحرم علينا ايه؟ اجتماعه. اطلع بره. يلا حبيبتي. الله، ملناش وقت. ياسمين. كده بقى تعالي تعالي. ياسمين الباب من هنا. رايحة فين يا ياسمين؟ ياسمين.